اهلا بيكم في برنامج طبق والعب. في برنامجنا هنعمل اشكال بالاوريجامي ونتعلم. الاوريجامي هو فن طي الورق الياباني. النهارده هنعمل شكل بيانو. حد يعرف البيانو بيطلع صوت ازاي؟ الخامات اللي هنستخدمها النهارده في الحلقه ورقه اسود في ابيض، وهنحتاج قلم رصاص ولون اسود. عشان نحول اي ورقه مستطيله لمربع هناخد الضلع الصغير ده ونوديه عند الضلع الطويل. وهنقص المستطيل ده. هنفتح الورقه هلاقي عندنا شكل مربع. تقدروا تعملوا ده في اي ورقه مستطيله في البيت. في الاوريجامي في مجموعه من القواعد بنستخدمها، ومن خلالها بنقدر نطبق اشكال كتير من نفس القاعده. القاعده اللي هنستخدمها النهارده هي قاعده الاورجون، وكمان في مجموعه من الاشارات بتسهل لنا ان احنا نقدر نفهم الخطوات من غير ما نقرا الكلام اللي تحت الشكل. هنستخدم اول اشاره الدايرة اللي هتطلع في الشاشة، معناها اللون الأبيض هو اللي باصص لفوق. هنطبق الخط المستقيم ده الموازي الخط المستقيم ده عند بعض، معناها اللي الاتنين دول متوازيين. التوازي هما خطان لهما ميل ثابت مهما امتد أو تحرك في أي اتجاه، ولا يمكن أن يتقاطع أبدا. وإحنا بنطبق هنستخدم طية الوادي، اللي هي لما بنمسك اي ورقه كده وبنطبقها لفوق، التطبيقه دي اسمها الوادي. هنطبق كده واحنا بنستخدم سهم له راس واحده، معناه اللي احنا مش هنفك الورقه تاني. صباعنا ده بيطلع لفوق بيمشي يمين وبعدين بيمشي شمال. دلوقتي الشكل اللي طلع قدامنا شكله ايه بالظبط؟ مستطيل. ودلوقتي مطلوب مننا اننا نقسم المستطيل بتاعنا لاربع مستطيلات متساويه. وعشان نعمل كده لازم نجيب النص الاول عشان نعرف نجيب الربع. يلا بينا. هناخد الضلع اللي على اليمين ده نطبقه ناحيه الضلع اللي على الشمال اللي برضه موازي، وهنوديه كده. بس المره دي هنستخدم سهم له راسين، يعني معناها اللي احنا هنرجع تاني. ودلوقتي بقى عندنا نص ونص. عشان نجيب الربع كل نص من دول هنقسمه كمان بالنص، فهناخد الضلع ده الموازي لخط النص كده، وكمان الضلع اللي على الشمال الموازي لخط النص كده. وبعدين هنفتح الورقة تاني. بقى عندنا ربع 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 ربع، وكلهم بيكونوا مستطيل كامل، وده اللي بنسميه الكسور. الكسور هي العلاقة النسبية بين جزء من الجسم إلى الجسم كاملا. دلوقتي هناخد المستطيل الأول والمستطيل الرابع. المستطيل الأول هندخل صباعنا فيه كده، وبإيدنا الشمال هندوس لتحت ونتكى على التطبيقة بتاعتنا، وهنعمل نفس الحركة تاني ولها إشارة هتطلع على الشاشة دلوقتي. وكده بقى عندنا مثلث تحتيه مربعين ومثلث تحتيه مربعين، وكمان كده خلصنا قاعدة الأورغون. من أول الخطوة الجاية هنبتدي نعمل البيانو. الجزء ده هيبقى مفاتيح البيانو بتاعتنا. هنقسم المستطيل ده اللي مكون من مربعين من تحت لفوق كده، واحنا بنستخدم سهم اللورس واحدة، معناها اللي احنا مش هنرجع. وعشان نأكد على التطبيقة هنستخدم حاجة نطبق بيها، ودي من أدوات المطبقاتي، وكمان هنعمل كده. والجزء ده هنطبقه للداخل من اليمين للشمال كده، وبرضه نأكد عليه. والجزء ده هنعمله كده. وبعدين
نرفع الجزء اللي عليه مفاتيح البيانو ويبقى كده الشكل بتاعنا. بس لسه ناقص خطوة. يلا نرسم المفاتيح البيضة والسودة بتاعت البيانو. هنجيب قلم رصاص ونرسم هنا خطوط مستقيمة. وكده يبقى البيانو بتاعنا خلص. يا ترى ايه الاشكال الهندسية اللي اتكلمنا عليها النهاردة؟ وايه الكسور اللي اتكلمنا عليها كمان؟ ودلوقتي حلقتنا خلصت. ابعتولنا وقولولنا ايه انواع المزيكا اللي بتحبوا تسمعوها، وهنستنى ردودكم على صفحتنا على الفيسبوك، ونشوفكم الحلقة الجاية.